مرحبتين دكاتره مره تانيه. خدينا هيك كيف تتكون ستون وانواع الستونز. نجود هو كلينيكلي شنو هي الحاجات اللي ممكن تسببها الجول بلادر ستون اللي هو الجي بي اس، اختصار لها جول بلادر ستون. تمام، قبل ما نعرف كلينيكلي شنو نسبب، خلينا نفهموا على حاجه. هل الجول بلادر ستون حصوات المراره هادو كومن ولا رير؟ في الواقع كلنا نعرف ان هما كومن. تمام، ولما نجي نشوفوا بعض الاحصائيات نقولوا ان لقينا ان الفيميل اكثر من الميل، لكن الزوز كومن فيهم، الزوز الميل والفيميل ار كومن. وحنا في ليبيا للاسف ما عندناش احصائيات معينه بهي، لكن لما نجي نشوفوا احصائيات فرضا امريكا على سبيل المثال، يقول لك ان الفيميل اللي عمرهم اكثر من 40 سنه عندهم او يلقوا 40% منهم عندهم ستونز، وحوالي الميل اللي عمرهم اكثر من 40 سنه 30% منهم عندهم ستونز، يعني تلت الميل اللي فوق ال 40 سنه. هل هذا كومن ولا رير؟ دكاتره هذا يعتبر راهو كومن مش رير. تمام، في دراسه اخرى اثبتت ان كل 6 من اصل 9 بيرسونز في امريكا وخاصه في ميلز عندهم ستونز. دكاتره 6 من اصل 9 اشخاص راهو هذه نسبه فوق ال 60%، so they are very common. فالفكره هل هذو الناس بيديروا بسلولهم ديزيز ولا لا، هذا نعرفه بعدين شوي. نجور الشيء الثاني لازم ناخذوه، نبوا نعرفوا types of stones. احنا خدنا clinically، هل تعرف تقدر انت clinically تقدر تقول ان هذه ستون سببها كوليسترول وهذه سببها بيجمنت ولا ما نقدرش؟ في الواقع ممكن نقدر، لان الكوليسترول ستونز جماعه، الكوليسترول ستونز اللي هم الموست كومن في الغالب الناس عندهم ريسك، عندهم فاكتورز لخصناهم احنا بال5 اكس افس ولا ال6 افس. بمعنى نقولوا فرضا 5 افس اللي هي فيميل 40 فاتي فيري فيرتايل فاميلي هيستوري. تمام كويس، اللي هم 5 افس هذا به. الجماعه البيجمنت ستونز في الهيستوري بتاعهم او كلينيكلي ممكن تلاقوا عندهم حاجه، قالك يس البيجمنت ستونز، بيجمنت ستونز ممكن تلاقوا عندهم حتى هم في الهيستوري حاجه. علاش؟ يعني لان ممكن يا اما عندهم هيموليتيك انيميا يا اما هذو الناس عندهم بيليري انفكشن، بايل انفكشن. تمام، هذو هم البيجمنت ستونز. وحنا نعرفوا ان الكوليسترول از مور كومن دان شني دان بيجمنت. وهيك جاوبنا على السؤال، هيك جاوبنا هل كلينيكلي نقدروا نعرفوا التايب اوف ستونز؟ ممكن لو شخص اللي كان عنده 5 افس هادو ونقول لك هادو دكتور موست لايكلي هذه راهي كوليسترول ستونز، ولو الشخص اللي كان عنده هيموليتيك انيميا نقول لك موست لايكلي بيجمنت ستونز نوعها بلاك، ولو كان عنده ايفيدنس اوف بيليري انفكشن في الغالب هذا عنده اتس بيجمنت بيجمنت ستون. سو هيك جاوبنا على السؤالين هادو كومن وزبطنا التايبس. نجو تو كلينيكلي، المريض اللي عنده حصوات المراره هنا هل عنده اعراض او ما عندهاش اعراض؟ شوف معي دكتور هنا قال لك يا دكتور اغلب المرضى اي سيمتوماتيك، وهذه نسبتهم 85%. وكلمه اي سيمتوماتيك اسمع الكلمه هذه، نو تريتمنت از نيدد، وهذا كلام مهم. حوالي 15% قال لك هادو شني سيمتوماتيك، 15% سيمتوماتيك، وهذا اللي هدرس عليهم المرضى بتاعينا، وهادو يبوا تريتمنت، هادو نيد تريتمنت، نيد تريتمنت. واكيد التريتمنت هي كوليسيستيكتومي، كوليسيستيكتومي نحيل المراره مره واحده بالحصوات متاعتها وتمت مهما كان السيمتومز. حنلاقوا مصطلح جديد حنقروه، السيمتوماتيك جول بلادر ستون نسموه فيه جول بلادر ستون ديزيز. سو لما لو لقيت في الام سي كيو او في الكيس سمعت كلمه ديزيز اعرف ان طول هذه راهو شني اتس سيمتوماتيك. الاسيمتوماتيك ما يقدرش نقول عليهم ديزيز. الاسيمتوماتيك دكاتره هذو الناس نشخصوا فيهم بالصدفه عندهم حصوات، اصلا عنده حصوات في المراره، عنده نو سيمتومز. لو بصدفه عنده وجع في بطن نتيجه قداد او بيبتيك السر وحنا طلبنا عليه الترا ساوند، الالترا ساوند هذه حتقول لك دكتور راهو عنده شني حصوات في المراره. سو هذا نشخصوا فيهم سيمتوم يعني بالصدفه فقط، نو نيد فور تريتمنت. حنعرفوا بعدين علاش نو نيد فور تريتمنت. تمام، هذا هو اللي نقدر نطلع كلينيكلي. يعني نشوف دوا شنو هم الديزيزز او شنو هم السيمتومز اللي ممكن تسببهم جول بلادر ستون. تعال نبدا بهم واحده واحده. طبعا في الامتحان في سؤال، السؤال هو وخاصه الامتحان الاورال يقول لك ارسم البيليري سيستم او البيليري تري. تمام، بيليري تري وطلع ستون، حط ستون في كل مكان، وكل مكان او في كل مكان طلع لي شنو هو الديزيز اللي ممكن تسببه ستون. تمام، او شنو هي السيمتوم ممكن تطلعها. اول حاجه خلي نرسمه البيليري سيستم، ها نرسمه البيليري سيستم واحده واحده.
هنا عندنا الرايت والليفت هيباتيك داكت، والرايت والليفت هيباتيك داكت الزوز ينزل مع بعض ويكون الكومن هيباتيك داكت. وبعدين عندي هذه الكور بلادر، هذه الكور بلادر، والكور بلادر عندها سيستيك داكت اللي هي تتحد مع الكومن هيباتيك، والزوز ينزلوا تحت ويكونون الكومن بايل داكت اللي هي السي بي دي، هذه السي بي دي. تمام، ينزل الزوز وهكذا. السي بي دي تتحد مع البنكريتيك داكت ويكون الأمبولا أوف فاتر. الأمبولا أوف فاتر تصب في السكند بارت أوف ديدرم، وهذا السكند بارت أوف ديدرم، هذا الديدرم، معلش هطب لون تاني، هذا الديدرم هنا، هذا فيرست بارت وهذا سكند بارت وهذا ثيرد بارت. وهنايا كويس نرسم البنكرياس، هذا بيكون البنكرياس هنا، هذا البنكرياس وهكذا. سو هيك رسمنا البيليري تري. تو شنو عندنا سؤال؟ عندنا سؤال او بيقول لك الدكتور حط ستون في كل مكان، حط لي ستون في كل مكان، وفي كل مكان شم ممكن تسبب من ديزيز. نبدأ بأول مكان، أول مكان إن ستون تكون في الجول بلادر، هنا هي في الجول بلادر، شنو ممكن ديزيز تسببها هي في الجول بلادر؟ سو أول حاجة وهي في الجول بلادر. تمام تمام. تاني مكان لو سكرت السيستيك دكت، لو سكرت السيستيك دكت شو ممكن تسببه هنا؟ تمام. سو تاني مكان هو السيستيك داكت. تمام. ثالث مكان هو لو ستون طاحت وسكرت لي السي بي دي، هذه السي بي دي. رابع مكان لو ستون طاحت وسكرت لي جهة البنكرياس، جهة الأمبولة من هنايا، سكرت لي درينج ادي بنكرياس او ادي أمبولة، شو ممكن تسبب؟ تمام. في كل مكان دكاترة هتسبب ديزيز مختلف، ونبدو بهم واحدة واحدة. نبدو هي قاعدة في الجول بلادر، هي سو قلنا هي في الجول بلادر او في السيستيك داكت او في البنك او في طاحت في السي بي دي او شني او في طاحت جهة الأمبولة. هناخد سؤال قبل كل شيء، قبل كل سؤال، اما اخطر سمول ستون ولا لارج ستون؟ هل هي سمول اخطر ولا هي اللارج؟ هذا سؤال في الامتحان. راه في الواقع ان سمول ستون، سمول جول بلادر ستون اخطر. علاش؟ لأن سمول ستون ممكن تنزل، ممكن تطيح، تنزل من سيستك دكت وتطيح تحت، فهيك ممكن دي لي أكتر ديزيزز معي دكاترة. سو ديما سمول ستون تخوف فينا احنا في الجراحة أكتر من لارج ستون. تمام، تو نبدو بالديزيزز واحدة واحدة، ونبدو بأول حاجة لو هو ستون قاعدة في الجول بلتر، هنا لو ستون قاعدة في الجول بلتر نبدو بهم. لو ستون قاعدة في الجول بلتر دكتور قال لك ممكن هذه ستون تمشي تدي لك الريتيشن اند انفلاميشن للوول بتاع الجول بلتر، كرونيك انفلاميشن، فهنا يصير كرونيك انفلاميشن في الجول بلادر وول. هذه الظاهره شنو اسمها؟ هذه الظاهره اسمها كرونيك كوليسيستايتس، اللي هو التهاب المراره المزمن. هذا التهاب الشهير، هذا اللي هو شبه من اكثر الاسباب اللي ممكن يجونا بها المرضى في المستشفى، ويبدا عندهم وجاعه يمشي ويجي بالماكله الدهنيه ويسمع في الكتف اليمين والظهر والاشياء هذه. تمام. ثاني شيء ممكن سبب ستون هي قاعدة في الجول بلادر هو تيومر في الجول بلادر، هو كانسر في الجول بلادر، اللي هو جول بلادر كانسر، جول بلادر كانسر، هذا ثاني حاجة. وهنا طبعا هو مش كومن، ولكن ممكن يصير، يصير كانسر في الجول بلادر، وهذا بيكوز اوف ستون، مش كومن لكن ممكن يصير. ثالث حاجة ممكن يصير كالسيفيكيشن اوف ذا جول بلادر وول، هنا كالسيفيكيشن اوف جول بلادر وول، لما ستون تعطل هلبة عند الشخص، مش كومن هذا هلبة ولكن ممكن يصير. ولو صار كالسيفيكيشن هيك يقول لك الجول بلادر تبدا زي البورسلين، وهيك سميناها بورسلين جول بلادر. ثالث حاجه اسمها بورسلين جول بلادر، هذا يبان في الاكس راي دكاتره تلاقيه كالسيفيكيشن، الوورد تاع جول بلادر كلها كالسيفاي. تمام، هادو هم اول ثلاثة حاجات من لو ستون قاعده وين، لو ستون موجوده في الجول بلادر. جميل، اللي هم قلنا اول حاجه الكرونيك كوليسيستايتس، وتاني حاجة الكانسر في جول بلادر، وتالت حاجة البورسلين جول بلادر. توا نزيدوا حاجة تانية، لو ستون طاحت في سيستيك دكت هنا، لو ستون سكرت في سيستيك دكت، لو سكرت في سيستيك دكت هنا بيطلع الديزيز أخرى. نبدو بأول حاجة، قالك لو هذا الأوبستركشن is temporary، temporary شو معناها؟
في بعض الناس تصير لهم ستون تقعد في الهارت من باوتش، وبعدين لما شخص فرض ان ياكل ماكله دهنيه ويطلع له سي سي كي اللي نعرفوه يصير كونتراكشن جول بدر، ستون تمشي تسكر سيستيك دكت، لكن تسكرها تيمبوراري بشكل مؤقت، يعني ممكن ساعه ساعه ونص ساعتين نص ساعه حاجه زي تو. هذا الشخص ديورنج التسكيره هذه، ديورنج التسكيره هذه البريشر في الجول بدر بيزيد، وهنا يبدا الشخص شني يبدا عنده اتاكس اوف كوليك. علاش؟ الجول بدر تبدا تدير في كونتراكشن، تبدا تدير في كونتراكشن والبريشر فيها يزيد، وهنا يبدا الشخص عنده وجع يجي ويمشي يجي ويمشي اسمها بيليري كوليك. سو هذه اول حاجه اسمها بيليري كوليك، او اول ديزيز اسمها بيليري كوليك. مهم جدا دكاتره، تمام؟ هذا اول واحد. ثاني حاجه قال لك ممكن ستون تسكر سيستك دكت، لكن التسكيره هنا ما تكونش تيمبوراري، هنا تكون فول امباكشن. فول امباكشن شو معنى فول امباكشن؟ يعني خشت في سيستك دكت وعلقت ماش بتتنح خلاص، تمام؟ هنا ممكن تصير لي حاجه اسمها اكيوت كوليسيستايتس. اكيوت كوليسيستايتس هو التهاب المرارة الحاد اللي هو فيري كومن عندنا احنا، وهذا هو اللي يعني هذه حاله امتحان عندنا احنا. كيف تصير هذه؟ يقول لك يا دكتور لما انت تسكر السيستك دكت بشكل كامل حتركب البكتيريا مرات، والبكتيريا تخش داخل، واشهر بكتيريا هي اسمها اشيريشيا كولاي، ولما تخش يصير لك انفلاميشن في الجول بلدر والوول بتاعها يخش في اكيوت انفلاميشن، تمام؟ هذه اسمها اكيوت كوليسيستايتس. بح نجول حاجه اخرى، قال لك بعض الناس تجي سيستك دكت تخش فيها ستون تتسكر فول امباكشن، لكن هذو الناس نو بكتيريا، ما تخشش البكتيريا، ما تركبش البكتيريا، فهنا المنطقه تقعد ستيرايل. احنا نعرفوا البايل ستيرايل دكاتره، الجول بدر از ستيرايل اورجن. فهذو الناس يقول لك تبدا الجول بدر بتاعهم تتعبى ميوكس، حنعرفوا علاش بعدين، تتعبى ميوكس وتنتفخ وتبدا بلبب الجول بدر. شنو اسمها كلينيكلي هذه؟ اسمها ميوكوسيل، اسمها ميوكوسيل اور ميوكوسيل جول بدر، هذه ثالث حاجه اسمها ميوكوسيل جول بدر. الفرق الاساسي ما بين الاكيوت كوليسيستايتس والميوكوسيل جول بدر ان الزوز فول امباكشن، هذه فول امباكشن، هذه فول امباكشن، ستون ما تنحتش، مش زي البيلي ريكوليك، بيلي ريكوليك تتسكر شويه وتطيح، تسكر شويه وتطيح وهكذا تيمبوراري. هذا الزوز الفرق ما بيناتهم الاكيوت كوليسيستايتس فيها بكتيريا خشت، اما الميوكوسيل هو اوبستراكشن بات نو بكتيريا، نو بكتيريا، تمام؟ اتس ستيرايل، هنا الدنيا كلها ستيرايل في الميوكوسيل. جميل، راح نعرفوا حاجه، نعرفوا ان الميوكوسيل هذا الميوكوس لو قعد فتره ممكن البكتيريا تركب بعدين، وهذا الميوكوس تركب للبكتيريا داخل ودير له دير انفلاميشن، وهذا الميوكوس يتحول الى بص اسمه جول بلدر امبايما، اسمه دكاتره امبايما جول بلدر اور ميوكوسيل، امبايما جول بلدر اور شيني ميوكوسيل، زي ما تبي تسميها سميها، انا نحب نقولها ميوكوسيل لكن هنا حنسموها امبايما جول بلدر دكاتره. اور معلش بايوسيل، يعني قلت ميوكوسيل، امبايما جول بلدر اور بايوسيل. راهو البايوسيل او الامبايما هذه ممكن تسببها حتى اكيوت كوليسيستايتس. الاكيوت كوليسيستايتس لو صارت سيفير انفلاميشن ونوت هيلد والشخص مناعته مش قويه، ممكن يقول لك هذا كومبليكيتد باي امبايما، يعني الجول بلدر تعبى بص وتبدا شني بلبب الجول بلدر والشخص يبقى توكسيك وانفكتد. سو هذا هم ديزيز دكاتره يسببهم ستون في السيستك شني دكت، درزنا عليهم قلنا اول حاجه لو صار تيمبوراري، لو صار تيمبوراري اوبستراكشن هنخشوا هنايا في بيليري كوليك اتاكس وبعدين تتنحى ستون، لو صار فول امباكشن هتخشوا في اكيوت كوليسيستايتس والا ميوكوسيل، وانا على حسب البكتيريا تصير ولا لا، والزوز كان بي كومليكيتد باي شني امبايما اوف جول بلادر. نجوت اول امكان اللي بعده، الامكان اللي بعده لو ستون طاحت في السي بي دي، وحنا قلنا هنا ستون صغيره مش ستون كبيره، هذه مهمه نعرفوا ان اجماع هادو هيخشوا في اوبستراكتيف جونز، ماشي؟ هيخشوا في اوبستراكتيف جونز، يبدأ عندهم صفير ودارك يورين وبيل ستول وإتشينج، الكلام هذا كله نعرفه احنا. باهي طبعا الأوبستراكتيف جوندس معروف بتاع ستون، وفي أسباب تانية مش ستون لكن هنقروا بعدين إن ستون موست كومن كوز. باهي جميل دكاترة، الأوبستراكتيف جوندس عنده كومبليكيشن ممكن تصير اللي هي اسمها أسندينج كولانجايتس، أسندينج كولانجايتس، التهاب نتيجة الأوبستراكشن تركب البكتيريا فوق والمنطقة الأوبستراكتيف تصير فيها التهاب، واغلب البكتيريا هي شيريشيا كولاي برضو، وهنا يخش في انفلاميشن اكيوت انفلاميشن ايمرجنسي، هذه اسمها ستيندينج كولانجايتس، تمام؟ عادي ممكن تسببها ستون بعد الاوبستراكتيف جوندس، يعني از ا كومبليكيشن اوف اوبستراكتيف جوندس. اخر شيء لو ستون طاحت لي تحت هنا جهه الامبوله وسكرت البنكرياتيك درينج،
تمام او حتى نزلت ممكن تسبب لي acute pancreatitis. سو هذه اخر حاجة اسمها acute pancreatitis inflammation في البنكرياس. وحنعرفوا حنقروه بعدين بالتفصيل البنكرياتيتس يقول لك alcoholic ولا biliary. biliary يعني stone تحت. سو هذا اسمها biliary pancreatitis نقروها بعدين شوي. سو هيك دكاترة هدرزنا على الديزيزز في الـ في السيستيك داكت في السيستيك داكت معلش في الجول بلادر ممكن تسبب لي يا اما كرونيك كوليسيستايتس يا اما جول بلادر كانسر يا اما بورسلين جول بلادر. ولو هي جتني في السيستيك داكت وسكرتها ممكن بيليري كوليك اكيوت كوليسيستايتس ميوكوسيل ولا امبايما. ولو سكرت لي في السي بي دي هنايا حتخش في اوبستراكتيف شيني جوندس وهذا كان بي كومبليكيتد باي سيندينج كولانجايتس. ولو طاحت تحت جهه البنكرياس هذا الشخص ممكن دخله في جني في اكيوت بنكرياتايتس. تمام هيك كلام هذا يعتبر بسيط مش صعب هلبة. منجو ناخدو حاجتين تمام والحاجتين هادو ما هدرستش عليهم لأنهم مش exceptions مش common هم الزوز اللي هم أول حاجة اسمها ميريدزي سيندروم. ميريدزي سيندروم تمام. وتاني حاجة اللي هي اسمها جول بلادر فيستيلا. فيستيلا of جول بلادر هدرز عليها مزلوس. نوع أول حاجة ميريدزي سيندروم. شين هي ميريدزي سيندروم؟ ميريدزي سيندروم قالك هي ستون موجودة في الهارتمان باوتش لكن هذه ستون كبيرة في الحجم أو إن كذا ستون موجودة في الهارتمان باوتش. هذه ستون يقول لك تدير بلجن على برا ودير كومبرشن على ميني على الكومن هيباتيك داكت. فلما يصير كومبرشن على الكومن هيباتيك داكت بالطريقة هذه هيكي حيصير الشخص هيخش أوبستركتيف جوندس. يعني هي ستون ميريدزي سيندروم هي أوبستركتيف جوندس. Obstructive jaundice caused by stone موجودة في الجول بلادر ستون وضغطت لي على اليميني على الكومن هيباتيك دكت هنا تمام كويس. هذه هي اسمها ميريدزي سيندروم دكاترة يعني هي عبارة عن obstructive jaundice بطريقة تانية. لو جو صنفوها ميريدزي سيندروم حلقاها ان الديزيز هذا يعتبر ديزيز والستون قاعدة في الجول بلادر لأنها فعلا هي قاعدة في الهارتمان باوتش لكن لأنها لارج أو لأنهم مالتيبل ممكن هادو الناس تضغط دف الجول بلادر زي توه تضغط لي على اليميني على الكومن هيباتيك دكت. دكاتره الميريدزي هذا عالم طلياني بهي وجماعه يقولوا ميريدزي في بعض دكاتره يعني يمتحنك في اللغه مش لغه هي لكن يقول لك معلش انطقها ترى بالضبط هي ميريدزي لان عالم تاعها طلياني في الاساس والعالم هذا مخترع كذا ديزيز او مكتشف هالبا ديزيز. هذا اسمه ميريدزي سندروم تايب 1 اللي هدرز عليه توه اللي هو ستون في الهارتمان باوش وضغطه تسكرت لي على الكومن هيباتيك دكت. في بعض الديزيز تانية اخترعها العالم ميريدزي اللي هم هنقروهم تايب 2 3 و 4 نقروهم القدام ايش توا باهي تمام. نجول لاخر حاجه هي الفيستيولا. هي الجول بلادر شني فيستيولا. دكاتره الجول بلادر فيستيولا هو خامس ديزيز تسبب ستون في الجول بلادر. وهنا عندك الفيستيولا مع ميني عندك ثلاث احتمالات هي اما فيستيولا مع السي بي دي اللي هي الكومن بايل دكت او فيستيولا مع الديودنوم او فيستيولا مع الترانسفيرس كولون. ترانسفيرس كولون احنا نعرف دكاتره ان ديودنوم ان ديودنوم والترانسفيرس كولون جنب الجول شني بلادر تمام دكاتره هذا شني هذا ثلاثه امكانات خلينا ندرسوا فيهم واحده واحده باهي. شو ممكن تسببه شو ممكن تسبب الفيستولا قال لك لو فيستولا صارت لي مع السي بي دي مش حتسبب هذاك الشيء الكبير هلبة حتسبب اشياء لكن مش هلبة. لو صارت لي مع الديودنوم سوى سمول باول او ممكن تصير لي مع اللارج باول. خلينا نشوفوا حاجه لو فيستولا طاحت مع نقولوهم سمول باول او لارج باول تمام. سمول باول هو ديودنوم لارج باول او سي بي دي ممكن حتى ستومك يا دكاتره لكنها رير جول بلادر فيستولا رير تصير مع ستومك. شوفوا معي هنا لو في السي بي دي مش هيصير الشيء الكبير هذاك. لو في اللارج باول شو بيصير لو في اللارج باول الكستون لو صارت فيستولا مع جول بلادر ستون ممكن تطيح كيف تنزل في في ترانسفيرس كولون اللي هو اللارج باول هذا وبعدين تنزل مع الديسندينج مع السيجمويد تنزل تحت مع ستول ما ديلاش اوبستراكشن اوف انتستين. لكن لو صارت لها فيستولا مع سمول انتستين تمام ندرس عليها شويه هذه توا. لو صارت لها فيستولا مع الديودنوم فرضا هنا ستون طاحت في الديودنوم شنو بيصير للشخص هو الديودنوم حتمشي ستون هذه في الججنوم والججنوم حيبعتها وين لليليوم والليليوم وهذا السيكم نعرفوا اليوسيكال فالف موجودة هنا في اليوسيكال جنكشن. بعدين ستون تقعد هي وحظها لو هي ستون صغيرة في الحجم حتطلع لكن لو ستون كبيرة في الحجم حتعلق هنا
وتسكر ودي لي intestinal obstruction اسمه intestinal obstruction. شو سموا فيه هذا؟ سموا فيه gallstone ileus. شو معنى gallstone ileus؟ يعني هو intestinal obstruction صاير في الإليوم اللي هو جهة هنا سببه gallstone, يعني سببه حصوة متعشني مرارة. سو هذا هو دكاتر. يعني في small intestine, small intestine حسب حجمها, لو طاحت لي فيستيرا في small intestine أو صارت فيستيرا مع small intestine stone متاعها stone, لو كانت small size حتطلع لكن لو كانت large size حتدي لي شني intestinal obstruction. باي فيستيرا مع الانتستين لارج انتستين مش هتسبب انتستينال اوبستراكشن, مع السي بي دي مش هتسبب انتستينال اوبستراكشن. سو هذه هي جول بلادر فيستيرا, هذه اسمها جول بلادر شني فيستيرا. خلينا نفهموا حاجه بس, لما تدي لي فيستيرا مع الانتستين صح ستون بتطيح في الغالب, باي وهذه تصير مع الكرونيك كونتاكت والكرونيك انفلاميشن اللي مع الباول او مع يعني بتوين الجول بلادر وول والباول اللي هو شيء ريستنج عليه. القصة لو إن صارت فيستيرا وفتحت الجوبلدر, فتحت الجوبلدر ونزلت ستون, الباول فسطة هو ولا هو هذا الاير حيركب بعدين فوق, تمام؟ فش نلاقوا إحنا لو نصوروا إكس راي هتلاقي الاير البيليري سيستم اللي هو أصلاً من فسطش, هو تلاقي فسطة هو سمو فيها النيو موبيليا. سو هذه هي الفيستيرا. فيستيرا ممكن سببها ستون, يما مع سمول باول, يما مع لارج باول, يما مع الكومن بايل دكت. مع الكومن بايل دكت مش هتسبب شيء كبير, مع لارج باول حتطيح الفيستيرا او حتطيح ستون, لو مع سمول باول حسب حجمها, حجمها صغير حتطلع مش حدي لي انتستان اوبستراكشن, لكن لو حجمها كبير حدي لي انتستان اوبستراكشن في الاليوم جهه وسموا فيه جولد ستون شني اليوم. دكاتره هيك هدرزنا على شني على ستون بشكل مستفيض, وهيك عرفنا في كل مكان شن تسبب, تمام؟ وهيك ان شاء الله لما نقرأ بعدين شويه الديزيز هادو بالتفصيل. سو قلنا اول حاجه في لو ستون في الجول بلادر قاعده في الجول بلادر ممكن تسبب ديزيز, وهي قاعده في الجول بلادر كرونيك كوليسيستايتس هي التهاب المراره المزمن هذا اللي هو فيري كومن, ياما كانسر وهذا مش كومن هلبه, تمام؟ وتصير بعد لونج تايم, ياما بورسلين جول بلادر وهذا يصير بعد لونج شني تايم. هنا يا بورسلين جول بلادر دكاتره الحاجه اللي بدك تعرف عليها ان هي عندها ريسك فاكتور, هي تعتبر ريسك فاكتور فور كانسر, ولهذا اي شخص عنده بورسلين جول بلادر لازم نحوله الجول بلادر على طول. رابع حاجه اللي هي ميريزي سندروم تايب 1 اللي هي لارج ستون او مالتيبل ستونز في الهارت مان باوش تضغط لي على الكومن هيباتيك دكت وهي قاعده في الجول بلادر يعني ما طاحتش. خامس حاجه هي الفيستيلا, وعرفنا الفيستيلا مع الباول حيركب لهوا فوق ودي لي نيو موبيليا, ومع الباول لو مع لارج باول مش حدي لي بوستراكشن, مع سمول باول حسب حجمها ممكن تصير لي فيستيرا حتى مع السي بي دي, وقلنا في رير تايمز مع ستومك. في سيستيك دكت هدرسنا عليهم كذا مره, يا بيلي ريكوليك يا كيوت كوليستايتس يا ميكوسيليا امبايما. في السي بي دي حدي لي انتستاين الاوبستراكشن, هنا الشخص يخش في اسندنج كولانجايتس, وعندنا في البنكرياس حتخش حتدخل الشخص في اكيوت شيني بنكرياتايتس. دكاتره هالمواضيع هادو يعني شبه نعطوا في خريطه الهيباتو بيلي ماشي البيليري ان بنكرياتيك ديزيز كلهم هنا او اغلبهم, تمام؟ ولهذا اللي هناخدهم بشكل معمق هنقرو الأكيوت كوليستايتس بشكل معمق. الأكيوت كوليستايتس هندرز عليها ماشي, الكرونيك كوليستايتس هذه هندرز عليها بشكل معمق, بيلي ريكوليك هناخدوه بشكل معمق, الأكيوت كوليستايتس بشكل معمق, تمام؟ من تاني بناخدوه بشكل الأوبستركتيف جوندوس هنقرو بعدين في موضوع اسمه أوبستركتيف جوندوس, البنكرياس هنقرو في الأكيوت بنكرياتايتس, الفيستيلا مش مهمة هلبة, البورسلين جول بلادر برضو مش مهمة هلبة, والكانسر مش مهمة هلبة, هندرز عليهم بعدين بتفاصيل في نهاية الشابتر هذا, تمام؟ سو هادو من دكاترة, هادو الناس اللي عندهم سيمبتوماتيك جول بلادر ديزيز, هادو هم الناس اللي عندهم سيمبتوماتيك جول بلادر ديزيز, كل هذا يعتبر سيمبتوماتيك جول بلادر ديزيز لأن أصلا ستون كانت في الجول بلادر يا إما دارتها هي هنا يا إما بعدين طاحت. كويس, جميل جدا جدا جدا. شوف الامتحان شنو يجيب لك, الامتحان يجيب لك والله يقول لك all of the following are diseases can be caused by gold stones or gold bladder stone, ويحط لك أي واحدة من هادو كلهم اعتبرها إجابة صح, حتى الأسندي كولنجايتس علاش لأنها تعتبر complication لميني obstructive jaundice. كويس دكاترة هكي إن شاء الله هكي فهمتوا الموضوع هذا. تو شو منجو منقسمه, منقسمه الديزيز هادو, ديزيز هادو هما symptoms هادو أو الديزيز كلهم منقسموهم زوز إلى uncomplicated. علاش الكلام هذا؟ لما احنا نجي نقرب في يعني كرونيك كوليسيستايتس حاجه بسيطه, كرونيك كوليسيستايتس حاجه بسيطه يعني مش حاجه ميجر, اما الاكيوت حاجه كبيره.
فأكيد الأكيو تعتبر complicated والكرونيك تعتبر uncomplicated. البي دي ار يقولك ستون موجودة في الهارت من باوش مرة مرة تسكر سيستيك دكت، مش حاجة كبيرة هلبة، فنسموه فيها uncomplicated أو نعتبره فيها uncomplicated. أما الكانسر أكيد complicated، الفيستولا أكيد complicated، الأوبستركتيف جوندوس طاحت هذه قلنا خطيرة، بنكرياس خطيرة. سو التقسيم اللي راح ناخذوها توا، هل هي complicated or uncomplicated؟ على خاطر ام سي كيو بس الموضوع نتاعنا. سو تعال نلخص الموضوع كله هنا في خريطة واحدة. قلنا احنا الديزي الكوربيدر ستون يا اما اسيمبتوماتيك نسبة 85% يا اما 15% عندهم شني سيمبتومز سميناها سيمبتوماتيك، والسيمبتوماتيك هذا ما ديزيز. وتوا اخذناها توا هذه بس، قلنا الديزيز يا اما انكومبليكيتد يا اما شني كومبليكيتد. الانكومبليكيتد هم زوز فقط يا دكتور، هم الكرونيك كوليسيستايتس والبيلياري كوليك. تمام، يعني واحده الكرونيك كوليسيستايتس وهي قاعده في الجول بلادر، والبيلياري كوليك هو تيمبوراري اوبستراكشن اوف سيستيك شني. دكاتره هادو مزوز بس يعتبروا شني انكومبليكيتد. وكلمه انكومبليكيتد احنا تفهمنا في حاجه باهي، قلنا كل السيمبتوماتيك يبوا تريتمنت والاسيمبتوماتيك نو تريتمنت، تفهمني فاهم بكري. والتريتمنت بتاع السيمبتوماتيك هي كوليسيستيكتومي يتنحي المراره. باه الانكومبليكيتد العمليه بتاعهم الكتف الكتف، يعني يديرها الشخص باللي ساعه عليه، ننصحوه يدير عمليه لكن باللي ساعه عليه، قصدي مش غضوه ولا بعد غضوه ولا اليوم لازم. اما الكومبليكيتد جولبلادر ديزيز اللي هم كل الاشياء الاخرى من غير الاكيوت والبيلي ريكوليت، معلش من غير الكرونيك كوليسيستايتس والبيلي ريكوليت، هادو الناس العمليه بتاعهم هي كوليسيستيكتومي، عمليه في الغالب حتكون مستعجله او في وقت قريب. ثاني حاجه اصلا الشخص هذا عنده كومبليكيشن بصفة عامة. أعطيك مثال أو شنو هم أصل الكومبليكيتد جولبلادر ديزيزز. شوف إحنا قلنا نحن هذا مزوز ولا، يعني الجولبلادر كانسر تعتبر كومبليكيتد، البورسلين كومبليكيتد، الفيستيولا كومبليكيتد، المريدي سيندروم كومبليكيتد، الأكيوت كوليسيستايتس كومبليكيتد، الميوكوسيل، البايوسيل، الأوبستركتيف جوندوس، والأسندينج كولانجيتس، والأكيوت بانكرياتايتس. تمام دكاترة، سو هذا بس المصطلح باش نعرفوه لقدام، وهيك إن شاء الله كملنا كلينيكلي كيف ممكن يبانوا، ندرزوا فيهم أكثر بتفصيل إن شاء الله.